ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شهد شارع واد سبوعين خباز بمدينة تطوان حادثة سير تسببت فيها شاحنة الديباناج كانت تنقل سيارة خاصة بالأمن الوطني إلى مرآب الإصلاح الموجودة تحت الدائرة الأمنية بنفس المنطقة. وحسب مصادر ماروك أخبار يومية فإن الحادثة وقعت بعد أن تفكك حزام سيارة الديباناج المتصل بسيارة الأمن ما جعلها تهوي بسرعة في منحدر طرقي وانقلابها بالإضافة إلى انقلاب سيارة أخرى من نوع غولف بعد أن ارتطمت بها. الحادثة لم تخلف أي إصابة في صفوف الأرواح فيما تم تحرير محضر في الواقعة من طرف الجهة المختصة. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.